اذا كان يقول لنا الزرقوني، ما انت هو مختص كان في الرياضيات، ما له علاقه بالواحد. 64% مش راضين، ولا 61% مش راضين، و64% مع شهد الرئيس، معها توانسه كاميكاز، عارفين انه رئيس السعيد هازنا للهاويه والتوانسه انتحاريين. نعم تفضل. نعم زميلي العزيز، وعطفا على ما جاء على لسان الزميله فايزه المحترمه، يعني نحب قبل ما نمشي لصبر الاراء، نعم هو صبر الاراء والاعلام مع بعضهم، تشومسكي حكى على ما يسمى بصناعه الراي العام، الاجماع الزائف. الاجماع نعم الزائف. خلينا مازلنا في الهايك، ولا مش بصبر الاراء واحده واحده. انت قاعد تو تفكك لنا في الماكينه. نعم الماكينه في ظاهرها ماكينه قطع متفرقه، ولكن هي مع بعضها متناغمه، في الاخر تسال على الاوتبوت شنو تقدم في الاخر، هذاك الكل شنو يعطيك في الاخر. هم فاهمين، فاهمين انها ام المعارك. والحديث متاع العصابه تتذكر على المحاصصه اثناء تشكيل الهالكا، عندي صديق منصف من كندا وتكتب لي، قال لي سماها الهالكا ما تسميهاش الهايكا، وهي الهالكا، بارك الله فيك وفيه. الهالكا اثناء تشكيل المحاصصه هم يعيطوا خايفين، قال لك خايفين من المحاصصه، لا هم عارفينها انهم ام المعارك، واللي هذا يحب يدبر الكرسي. نعم. لان التموقع هناك بالريموت كنترول هو اللي باش يتحكم في المجال الفوق جوي، في المجال الحقيقي الحقيقي. وبالنسبه للجزائر، وهذه طرفه انت اللي اعطيتها لنا حلوه برشا، يعني في الجزائر، وهنا الدور نتاع الشعب واشباه النخب ان هي اللي لازمها تتحرك، باش تتحرك في الاخر الهيئه التعديليه وتقريب النخب، وهذه الهيئات كلها عندها علاقه باستخبارات وسفارات، دونك اللي يحكم فينا من برا فاهم كيفاش مش يحكمنا بالضبط. فما لا يجوز في الجزائر بحكم شهر الفضيل وبحكم الدين الحنيف يجوز في تونس. يعني نحن شعب لدين لملة، الهايكا تقول لنا الشعب الجزائري اللي القيم او ما تبقى من القيم نتاعه اللي هو 130 سنه احتلال، نحن راهو من عام 1881 56 19 مع 56 قلش يجيو 75، ال 75 سنة اللي عندنا نحن، 130 سنة الجزائر ما زالت تؤمن بأن القيم الدينية، ترفض فرضا رفضا تاما أن يكون هذا المسلسل في بيوت الجزائريين، لكن عندنا نحن 75 سنة احتلال كافين بأن نولوا شعب لدين لملة. حاشا، هكذا هو تقريب لسان حال الهايكة. لسان حال الهايكة يقول بالنسبة صبر الآراء، نعم بالنسبة لصبر الآراء، يعني الإجماع الزائف، يقول تشومسكي بأنه الإعلام وصبر الآراء مع بعضهم يخدموا مع بعضهم على خلق الإجماع الزائف، وبالتالي تولي الإرادة الشاذة هي الإرادة السائدة. الإرادة الشاذة هي الإرادة السائدة. أوكي يعملوا لك كل مرة أسد، هو ما زال التدرج راه، هو التدرج هو سيأتي إذا كان نحن ما تحركناش، هما ماشيين بينا بعد سنوات، باش يولي يسألك زرقوني ألو، وي زرقوني معاك، بربي أنت تصلي ولا ما تصليش؟ تقول له نصلي، يقول لك قداش عندك من سكين في الدار؟ باش يولي يعطينا نسبة السكاكين في الدار بعلاقة بعدد المصلين في البيوت، وما زال أكثر حتى في الجانب الأخلاقي. هو تزوير الانتخابات، كنا نظن قبل ما تجي الثورة المباركة هذه بكل سمومها وشرورها وبكل الحلوش اللي خرجت، كنا نظن أن تزوير الانتخابات، خاطر قبل كان الحزب الواحد، نعم، والرئيس الواحد والناس كل مع بن علي، توا في بالنا تزوير الانتخابات وين يتم في عملية الاقتراع بالصنادق، نلعبه بالصنادق كما صار في أمريكا، أو يصير في الحملة الانتخابية. لكن هيهات إن تزوير الانتخابات يبدأ قبل الانتخابات بتوجيه الرأي العام من خلال صبر الآراء. وكم من نكرة أنت بعد مش تستغرب تقول والله هذا النكرة كيفاش أصبح رئيس، تقول أنت والله جماعة استطلاع الرأي صدقوا واعطاوه نسبة متفوقة، وهو صحيح مش صحيح، هم خلقوا لك النتيجة، نعم، التي توهم الشعب بأن هناك شخص هو مرشح جدي، والشعوب تنساق تتوجه بشوي 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 للي يدخلوا على الباب الزريبة، وفي الاخر يدخلوا، ما في الاخر يبداوا الغلم، نعم، يبداوا بعاد على بعض،
والفلاح سيادتك. نعم. وفي الاخر يبداوا يقربوا يقربوا باش يدخلوا الباب الزريبه. هكذا الشعوب. و يعني هم مش يستطيعوا في الراي العام، هم يصنعون الراي هم العام. يصنعون نتائج مسبقه حتى ينصاع العقل الجمعي والعقل الجماعي، وحتى في الاخر تشربها. نعم. وانت تضحك تشربها وانت قاعد تبتسم وقاعد شيخ وتقول راني مواطن صالح. نعم. عندك ليب. هو الغريب انه راشد الغنوشي تعرف المجلس نتاعه منحل، نصحوه سي الزعير ينصح راشد الغنوشي يمشي يصلي وينهي حياته السياسيه، يمشي لداره. نعم. منحل، مات الغنوش، انتهى حزبه. لكن الا في صبر الاراء ديما يعملنا سي الزرقوني الشخصيه الاكثر، معناتها ما عندهاش ثقه، يرجع الغنوشي كان في صبر الاراء. سبحان الله، هو كان ميت، انتهى الغنوشي الا في صبر الاراء باش يرجعوه. هذا 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 ليس لضرب، هو لضرب الشخص والقيمه معا. ضرب القيمة. يقول لك خطوره شركات صبر الاراء وعصابات صبر الاراء، الخطوره ليست في توجيه الرأي العام فقط، ليست في مفاضلة شخص على شخص، وإنما خطورتها في توجيه مجتمع كامل في علاقة بالرؤى، الرؤى السياسية، الرؤى مش أشخاص، بخلاف الأحزاب والأشخاص هي القدرة متاعها على أنها تعبث تعبث بالوعي متاع الإنسان والجماعة في علاقة برؤى سياسية ورؤى قيمية أصلا. وأعطيك مثال بعجلة. نعم. سيغما كونسي، مش أعطيك مثال باش نلقى بالسادة المشاهدين، سيغما كونسي طرحت سؤال، قالت لك التونسي يقبل باش يتنازل على بعض من حرياته، سطر على كلمة بعض، هل يقبل أن يتنازل على بعض من حرياته مقابل أن يتحقق الأمن بالنسبة لي؟ فيما معنى تقريب للصياغ، هذه الصياغة، ولكن هكذا يعني به. لهنا الخطير وين؟ شوف الخبث وين؟ الخبث السم وين يجي السم؟ السم يعطوه في اليوغرت، راه يبدا ياغورت حلو. نعم. ويحطوا فيه السم، تبدا قهوه حلوه، تبدا كاس شاي ويحطوا فيه السم. السم فين؟ السم اول حاجه في المعادله الصفريه اللي موجوده في ان الحريه والامن، يعمل لك معادله صفريه لا علاقه، ينجم يتحقق الامن وتنجم تتحقق الحريه، ولا توجد هذه المعادله الصفريه، هي لعمري مغالطه كبيره. نعم. اثنين قابليه ايش قالك؟ قالك التنازل على بعض الحريه، القيم غير قابلة للتجزئة، المغالطة في التجزئة والخطورة أيضا كذلك في التجزئة كعبارة بعض. أخويا حسين سامحني باش نقولك، هو الخطير أنه يهيئك للتضحية بحريتك ببعض حريتك، في ظهر بعض حريتك، مش يهيئك للتضحية ببعض الحرية مقابل الحصول على الأمن. لكن الأخطر هي النتيجة بعد. نعم. الصياغة متاعها مش يقولك بأنه 60-70% من التوانسة مستعدين في التضحية بحريتي مش ببعض، من أجل الحصول على الأمن. ولهنا صناعة الشعوب المستبدة، هو لهنا تهيئة الشعب للذبحان، ذبحان. نعم. تهيئتها للبطوار، أعطيه العلف وكو، تهيئتها للمركز للطبوبي. نعم, نعم.